يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الاي دي هات، واتكلمنا على ان انا عندي 3 بلس، تمام، او بمعنى ادق 5 بلس، 3 منهم اللي بيستخدموا ان انا بحطهم على الـ على الـ على الاجهزة كاي بي. كلاس ايه بيديني كام اي بي؟ لا ما اقصدش الرينج، انا اقصد بيديني كام اي بي كتوتال؟ 2 اس 24. تمام، يعني 16 مليون وشوية. تمام، لو انا اخدت منهم اي دي هتيجي الباقي كله ويست. طب لو انا اخدت مثلا كلاس بي، كلاس بي هيديني كام؟ 65,000 وشوية. تمام، كلاس سي 8، يعني 254 اي بي. تمام، كنا قلنا المرة اللي فاتت ان لو عندي كاستمر اخد اي بي تيم، بقية الكاستمرز كلها على مستوى العالم مش هتقدر ان هي تستخدم باقي الاي بي، صح؟ طب والحل؟ اول هنبدا النهارده ناخد كذا حل بقى كده، المحاضره دي والمحاضره الجايه ان شاء الله نبدا ناخد كذا حل يحل لي مشكله الفقد في الاي بي. اول حل اسمه سبنيتنج. اسمه ايه؟ سبنيتنج. كلمه سبنيتنج اساسا حتى من اسمها يعني شبكه فرعيه، بمعنى انا دلوقتي عندي الشبكه الرئيسيه بتاعتي اهي. ايه رايكم؟ مش احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان لو كاستمر اخد اي بي تيم الباقي كله ضايع؟ طب ما انا لو قدرت ان انا اقسم الشبكه بتاعتي دي لبلوكات من اسمها تاني سب نت، شبكه فرعيه. لو قدرت ان انا اقسمها لبلوكات وكل بلوك هيبقى له نتورك اي دي مختلف، انا مشكلتي كان النتورك اي دي ما ينفعش انه يتكرر. لو كاستمر اخد اي دي بقيت مفيش حد تاني هيعرف يستخدم بقيه الايدات، ليه؟ لانهم هيبقوا ليهم نفس النتورك اي دي. لكن لو قدرت ان انا اقسمها لبلوكات وكل بلوك هيبقى له نتورك اي دي مختلف، يبقى انا كده اقدر ان انا اوزع الشبكه الواحده على كذا كاستمر ولا لا؟ واضح كده اللي احنا عايزين نعمله؟ تمام، تعالوا ناخد اكزامبل بقى كده. هفترض ان انا عندي نتورك 192.168.1.0/24. قبل ما اكمل المساله بتاعتي وابدا اشرح يعني ايه اللي فيها، انا عايز اعرف ايه ال 24 ده، اول مره نشوفها مع بعض، صح؟ الاوفر 24 دي بنسميها بريفكس. بسميها ايه؟ بريفكس. يعني ايه بريفكس؟ قال لك بريفكس ده معناه عدد الوحايد اللي في السبنت ماسك. عدد ايه؟ الوحايد اللي في السبنت ماسك. تمام؟ عدوا كده معايا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 .1 2 3 4 5 6 7 8 .1 2 3 4 5 6 7 8 .1 2 3 4 5 6 7 8. مش كده 24 واحد؟ هو ده 192. ده كلاس كام؟ ايه ولا بي ولا سي؟ سي. صح؟ كلاس سي الديفولت سبنت ماسك بتاعه كان كام؟ 255 255 255 255 0. مش دي الفرق بتاعها بالباينري؟ تمام؟ يعني معنى كده ان البريفكس دي عباره عن ايه؟ طريقه ثانيه بكتب بيها السبنت ماسك. طريقه ثانيه بكتب بيها ايه؟ السبنت ماسك. يعني بدل ما اقول مثلا 192.168.1.1.0 والسبنت ماسك 255.255.255.0، الاسهل ايه؟ 192.168.1.0 على 24 وريح دماغي. وعايزه اقول لكم ده الاتجاه العالمي اساسا في اوبريتنج سيستمز دلوقتي، بقت اساسا بتتعامل بنظام البريفكس. تمام؟ يعني مثلا لينكس، لو حد فيكم كان يتعامل قبل كده مع لينكس وانا بحط الاي دي، ممكن يديني اوبشن ان انا احط السبنت ماسك، انا بستسهل واروح احط اوفر توني كذا 24 مثلا، هو بيترجمها ل 255، هو بيترجمها لوحده. في سيرفرات واحنا بنقومها في الكورس بتاعنا باذن الله هيقبلها مني كده او كده وبيترجمها لوحده. واضحه؟ يبقى تاني البريفكس ده عباره عن ايه؟ طريقه تانيه بكتب بيها السبنت ماسك. تمام؟ طيب الجزء ده سميناه ايه المره اللي فاتت؟ نتورك اي دي. والجزء ده سميناه هوست اي دي. تمام؟ نتورك اي دي يعني ايه؟ بيعبر عن عدد الاجهزه اللي جوه الشبكه بتاعتي، لكن الهوست اي دي بيعبر عن ايه؟ النتورك اي دي بيعبر عن عنوان الشبكه نفسها، والهوست اي دي بيعبر عن عناوين الاجهزه اللي جوه الشبكه. تمام؟ لما كان دلوقتي 8 بت كان هيديني كام اي بي؟ 2 اس 8 256 2. تمام؟ ولسه ما عرفتش ايه حوار الماينس 2 في الاكزامبل بتاعي بقى. لا، في الاكزامبل بتاعي هفترض ان انا الشبكه الرئيسيه دي عايزه اقسمها لكذا بلوك، البلوك الواحد جواه 15 هوست، 15 اي بي. تاني في الاكزامبل بتاعي عايزه اقسم الشبكه الرئيسيه دي لبلوكات، تمام؟ جوه كل بلوك كام اي بي؟
جوه كل بلوك كام اي دي 15 جهاز، وكل 15 جهاز يبقوا شايفين بعض لكن مش شايفين ال 15 التانيين، رغم ان كلهم على نفس السويتش، رغم ان كلهم ايه على نفس السويتش. ليه؟ ما هو كل 15 هيبقى ليهم نتورك اي دي مختلف. اخذنا واحد نفذ 14 بدل ما نفذ مثلا 14 بالظبط. تمام، مفيش عندي طريقه امنع بيها الويست نهائي، بس زي ما قلت لكم طول ما احنا ماشيين النهارده عمال احاول ان انا اقلل الويست كده على قد ما اقدر. تمام، يبقى تاني الجزء ده اتفقنا ان اسمه ايه؟ الهوست اي دي. هيديني كام اي دي؟ 15. الموجود دلوقتي 2.8، انا مش عايزه 2.8 اي دي، انا المره دي عايزه 15 جهاز. تمام، يبقى اخلي السبنت ماسك بتاعي او جزئيه الهوست اي دي كام؟ صفر، واقفل الباقي وحيد. 2.8 يديني عدد الاحتمالات اللي انا عايزاها. 2.4 هيدي كام يا صلاح؟ 16 هيكفيني. بص الناس اللي بتحب تعملها بمعادلات ممكن تقول مثلا 2.n بيساوي 15، طلع بقى قيمه ال n. انا عن نفسي بحب اعملها كده 2 4 8 16، كام بت؟ 4. هم بالظبط. ليه بقى؟ ده هيديني 16 اي دي، بس دايما انا بطرح الاثنين فهيديني 14 اي دي، مش هيكفيني الاحتمالات بتاعتي، فعلشان كده لازم اقفل او اسيب كام بت في النص اي دي؟ 5. 2.5 هيديني 32. تمام؟ ماينس 2 ادي 30 اي دي، هاخد منهم ال 15 اي دي اللي انا عايزاهم والباقي ويست. باكد تاني مفيش طريقه عندي ان انا امنع الويست نهائي، بس طول ما احنا ماشيين كده بنحاول نعمل ايه؟ اقلل الويست. تمام، لغايه ما هنوصل لمرحله ان هو شبه ما بقاش فيه وزن. تمام، طب والباقي الجزء ده قال لك الثلاثه بت دول كده يتقفلوا وحيد، الثلاثه بت دول يتقفلوا ايه؟ وحيد. بالظبط، يعني معنى كده ان فكره السبنت مجاوره عن ايه؟ اني بستلف جزء من الهوست اي دي احطه على النتورك اي دي، بستلف جزء مين؟ من الهوست اي دي احطه على النتورك اي دي. واضحه؟ ايه ده، هو ينفع السبنت ماسك بالمنظر ده؟ هو تحويل الكومه دي الاول هيبقى كام؟ 255 255 255، لو حولتوها بالطريقه اللي خدناها المره اللي فاتت هتلاقوا دي 224 224، تحويل العادي بتاع المره اللي فاتت. تمام كده، ايه ده، هو ينفع السبنت ماسك بالمنظر ده؟ اه، قال لك وانت بتحط السبنت ماسك حط اي قيمه على مزاجك، اي رقم عندي يصلح كسبنت ماسك، هو شرط واحد بس لو حققته تقدر بعد كده تحط القيمه اللي انت عايزها. ايه هي؟ لو انت دلوقتي لو انت دلوقتي لقيت الصفر، كل اللي على ايدك اليمين ده ماست يبقى الصفر، بمجرد ظهور الصفر ماست كل اللي على ايدك اليمين يبقى ايه؟ صفر. تمام، معنى كده ان لو طبقت القاعده دي ممكن السبنت ماست يكون كام؟ ممكن يكون 1 2 3 4 5 6 7 8، صح؟ او 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2، صح كده؟ تلاتة أربعة خمسة، كبرت شوية كده. قلنا تاني فوق ممكن يكون ايه؟ 1 غفر الله كمان، او ممكن يكون 3 4 5 6 7 8، صح؟ عمره هيطلع من الاحتمالات دي؟ لو طبقتوا القاعده اللي انا بقول لكم عليها السبنت ماسك، ساعتها مش هيطلع من التسع احتمالات اللي قدامكم، يا اما 0 يا اما 128 يا اما 192 يا اما في هنا واحد، ادي 1 2 3 1، اه كده ادي 0 اه كده صح، 224 تمام، 240 252 او سوري 248 252 254 255. يبقى تاني لو طبقت القاعده اللي بنقول عليها ان مجرد ظهور الصفر كل اللي على ايدك اليمين يبقى اصفار، عمرك ما هتطلع من التسع احتمالات دي.
يعني معنى كده ممكن نلاقي السبنت ماسك مثلا بالمنظر ده على كاس اللي انا بشرحه ده ان جنرال بعيد عن الاكزامبل بتاعنا دلوقتي، ممكن نلاقي حاجه بالمنظر ده مثلا ده يصبح كسبنت ماسك على الجهاز 224 في الاحتمالات التسعه اللي قدامي اهو. طب ممكن نلاقي كده دي، طب ما الاحتمالات هي موجوده بالظبط. طالما الصفر ده اساسا ظهر، قلنا تاني اللي كل على ايدي اليمين لازم يبقى الصفر اساسا. ال 192 ذات نفسها اهي يعني فيها الصفر صح، يعني طالما ظهر عندي صفر تاني كل اللي الناحيه دي يبقى الصفر، مش في اوكره الواحد لا في كله. واضحه؟ يبقى فعلا السبنت ماسك اللي احنا شايفينه ده يصلح فعلا كسبنت ماسك افيلابل عندنا اللي هو 255 255 255 224. تمام. طب انا كده طلعت ايه السبنت ماسك، عايزه اطلع بقى الاي جي هات رينج الاي جي هات اللي هيتحط في كل بلوك. هو جوه كل بلوك قد ايه؟ 15 ان جنرال 16 16 28 28. اقصد بعد ما عملت سبنت 30 بالظبط 32 اي بي طبعا هيطرح منهم اثنين. طب سيبوكوا من الاثنين دلوقتي وتعالوا بقى نشوف كل بلوك بدايته كام ونهايته كام. تمام. لو انا جيت على اول بلوك عندي، اول بلوك بنسميه سب نت زيرو، بنسميه ايه؟ سب نت زيرو. رينج الاي بيهات بتاعتي هيبقى من كام؟ ابدا من البدايه خالص 192 168 دوت 1 دوت 0 تمام، لغايه كام؟ 192 168 دوت 1 دوت. هو انا دلوقتي عايز اطلع كام اي بي في البلوك؟ 30 بعيد عن الطرح الاثنين 32، يعني من 0 لغايه 31 0 بيتعد صح؟ يبقى من 0 لغايه كام يا شباب؟ 31. دي اول نتورك عندي. تمام؟ تعالوا نشوف النتورك اللي بعديه بنسميها سب نت 1. البلوك اللي بعديه البلوك الاولاني انتهى عند كام؟ يبقى الثاني هيبدا من 32 لغايه 168 دوت 1 دوت. سؤال بقى، لما كان الصفر عايزه احوله او عايزه ازود عليه اوصله لغايه 32 احتمال، جمعت على الصفر كام؟ 31. ما هو صفر زائد 31 هيديني 31، بس كده ايه؟ مع الصفر يديني 32 احتمال صح؟ يبقى نفس الفكره بالظبط، ال 32 لو عايزه ازودها بمقدار 32 كمان ازود على 32 كام؟ 31. تمام؟ يبقى النتيجه هنا هتديني كام؟ 63. بس المفروض هنا مفيش صفر مش مهندسه، فالمفروض الرينج يبقى من 32 كام؟ احنا اتفقنا سيبك من طرح الاثنين دلوقتي. انا بقسم لك بلوكات. انا بتكلم في الاثنين. انا بتكلم في ان احنا عشان نزود 32 مفيش صفر، مفيش احتمال صفر مش بالظبط. تقصد ان ما ينفعش تقصد مش واحد صفر صفر؟ 32 31 كام؟ مش عارف ولا انت. مش دول 31؟ اه. زودها من 32 احنا عاوزينهم هيجيب كام؟ 63. طيب اقعد ساكت بقى. لا تاني لو لحظه كده يبدو دول مش 31 بالصفر. اه زود عليهم. نرجع لبعديها. ها الشبكه اللي بعديها تبقى كام؟ 192 168 دوت 1 دوت. انا البلوك الثاني نهايته عند 64، يبقى الثاني هيبدا من 64 لغايه 192 168 دوت 1 دوت. احنا كل مره هنجمع 31 عشان يوصلني ل 32 اي بي. تمام. يبقى اجمع هنا كام؟ هيديني 95. اللي بعديه البلوك اللي بعديه 192 168 دوت 1 دوت 96 لغايه 192 168 دوت 1 دوت. كل مره اجمع لي 31 ده هيديني كام؟ 127. اللي بعديه لغايه 192 168 دوت 1 دوت يبقى 159. 192 168 دوت 1 دوت 160 لغايه كام هنا؟ 192 168 دوت 1 دوت ها زائد 31 يبقى 191. بعد كده النتورك اللي بعديها 192 168 دوت 1 دوت 192 صح؟ لغايه 192 168 دوت 1 دوت. في هنا حاجه غلط، ودي 1 2 3 4 5 6 7 لا صح، ده هيديني كام؟ 223. تمام. بعد كده
192 168 دوت 1 دوت 224 لغايه كام؟ 254 200 كام؟ لازم تقفل عند 255. لازم تقفل عند كام؟ 255. لو قفلت عند اي حاجه تانية غير 255 اعرف على طول وشي كده ان انت اساسا شغلك غلط. بالظبط، لان انا مقسماهم بلوكات متساويه، وطالما متقسمين لبلوكات متساويه لازم تبدا عند زيرو وتنهي عند مين؟ ال 255. غير كده هيتي ايرور، غير كده اقصد يعني ان هي تبقى مش مظبوطه، بلوكات متساويه. تمام. طيب متقسمين كده لكام بلوك؟ 8. جه منين رقم الثمانية ده؟ هو انا قفلت كام بت بايدي دلوقتي؟ 3 بت. مش احنا اتفقنا ان 3 بت دول بيعبروا عن النتورك نفسها؟ 2 اس 3 ب 8. جوه كل شبكه كام اي بي؟ 32 صح؟ جم منين؟ 2 اس 5. مش الجزء ده الهوست اي دي ده بقى 5 بت دلوقتي؟ بيعبر عن عدد الاجهزه اللي جوه الشبكه. يبقى تاني عدد الشبكات بتاعتي جه منين؟ 2 اس عدد البت اللي انا قفلتها بايدي. تمام؟ جوه كل شبكه عدد 2 اس عدد البتس اللي لسه موجوده في جزئيه الهوست اي دي. واضحه؟ كنا قلنا دلوقتي من شويه ان كل نتورك دايما بيبقى فيها ضايع 2 اي دي، عشان كده كنت دايما بطرح ماينس 2 اللي هم مين بقى؟ قال لك دايما اول اي بي في كل نتورك ده لا يصلح كاي بي على الاجهزه. ده بتاع تمام؟ ده بتاع ايه؟ لا انت ليه مستمع همشيهم دلوقتي. تمام؟ واخر اي بي في كل بلوك لا يصلح كاي بي على الاجهزه. دايما كل اي بي في اول بلوك لا يصلح واخر اي بي في كل بلوك لا يصلح. ليه بقى؟ قال لك اصل اول اي بي ده بيعبر عن النتورك اي دي. بيعبر عن مين؟ النتورك اي دي. مش كل جهاز كمبيوتر ليه عنوان بنسميه اي بي؟ قلنا برضو ان الشبكه ذات نفسها بيبقى لها عنوان. عنوان الشبكه ذات نفسها اسمه ايه؟ اي بي. اي بي اي دي. عنوان الشبكه ذات نفسها بنسميه ايه؟ نتورك اي دي. ينفع جهازين ياخدوا نفس الاي بي؟ هو هينفع، بس واحد منهم هياخد الاي بي والتاني هيسقط شبكه، هيطلع عليه رساله كونفليكت. تمام؟ انما هنا بقى لو جهاز حاول ان هو ياخد عنوان الشبكه ذات نفسها اساسا هيرفض. الجهاز هيرفض ان ياخد الاي بي بتاع الشبكه ذات نفسها. طب الاي بي بتاع عنوان الشبكه ده بحط على اني بقى ايه؟ لا ما بيتحطش. ده ما بيتحطش، ده عنوان الشبكه، ده ما ينفعش ان يتحط على حد. بنعمل بيه ايه؟ لما تدرس في سيسكو ان شاء الله هتلاقي ان الراوترز وهي بتتعامل مع بعض، راوتر عايز يبعت ترافيك مثلا لشبكه معينه بيبعت لها على عنوان النتورك كلها. اكيد الراوتر مش هيقعد يبعت لكل اي على حاجه، فبيبعت لمين؟ النتورك، عنوان النتورك كلها. تمام؟ فقلنا تاني هنا اول اي دي دايما بنسميه ايه؟ النتورك اي دي. ده بيعبر عن مين؟ عنوان الشبكه. عنوان الشبكه. تمام؟ ينفع كاي على كذا؟ لا، وهنتاكد دلوقتي من الكلام ده ان شاء الله. طب اخر اي دي؟ قال لك برضو اخر اي دي لا يصلح كاي بي على الاجهزه. ليه؟ ده بيعبر عن البرودكاست اي بي. بيعبر عن مين؟ البرودكاست اي بي. يعني ايه برودكاست؟ برودكاست ايه الصحرا دي؟ يعني ايه برودكاست؟ ده توصل لكل الاجهزه صح؟ انا دلوقتي جهازي بالبرنامج اللي انا مشيره بالديسك توب ده بعت الداتا لايه؟ بعت الديسك توب بتاعي لمين؟ او الشير لمين؟ لكل الاجهزه برودكاست. البرنامج اللي انا شغاله بيه ده برودكاست. لو جيت تعمل كابتشر للداتا دلوقتي هتلاقيه شغال برودكاست. كل ابلكيشن مونيتور شغل. تمام؟ جهازي ده بيعمل ايه؟ يروح باعت الباكت مره واحده بس على ديستنيشن اي بي كام؟ اخر اي بي في الشبكه. اخر اي بي في الشبكه. مين في اجهزتكم دلوقتي رامي ودن وبيلسن على الاي بي ده؟ كلكم. عشان كده كلكم دلوقتي ظهر عندكم الديسك توب كده. واضحه؟ بلس طبعا ان في جنرال برودكاست اللي هو 255 255 255 255. يبقى معنى كده ان جهاز، اولا قبل ما اقول الحته دي، الاجهزه بقى اللي في البلوك الاولاني رينج اي بي هيبقى من كام لكام؟ من دوت 1 لغايه 30. دوت 30 صح؟ ما هو دوت 0 مش نافع، دوت 31 مش نافع، يبقى رينج الاي بي الثاني كام؟ من 1 لغايه 30. تمام؟ جهاز مثلا دوت 1 عايز يبعت داتا توصل لكل الاجهزه اللي معاه في البلوك، يبعتها على مين؟ على انهي ديستنيشن اي بي؟ دوت 31. طب لو بعت الداتا بتاعته على 255 255 255 255 هتوصل لكل الناس اللي متوصله معاه على نفس السويتش، حتى لو
كل واحد في النتورك اي دي مختلف. يعني معنى كده تاني الجهاز دوت 1 لو بعت على دوت 31 الداتا دي هتوصل لمين؟ لكل الاجهزه اللي موجوده هنا في البلوك ده. تمام؟ لو بعت داتا على 255 255 255 255 مين اللي رامي ودني على الاي دي ده؟ كلهم دول كلهم هيوصل لهم كوبي من الداتا. وضحت كده؟ في اي مشاكل؟ تعالوا نتاكد بقى من شغلنا صح ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا تاني ان جهاز الكمبيوتر اساسا دلوقتي هيرفض ياخد اول اي بي وهيرفض ياخد اخر اي بي. عارف ازاي؟ يعني احنا في الوضع الطبيعي اكيد كلكم قبل كده حاولتوا تحطوا اجهزات وتظبطوا الاجهزات على اجهزه صح؟ لما كنت باجي على اي جهاز احط له 191 في الوضع الطبيعي كان بيقبل ولا لا؟ كان بيقبل. النهارده معايا هيرفض. ليه؟ 191 ده مين دلوقتي؟ البرودكاست. لما كنت بحط 128 كان زمان بيقبل، النهارده هيرفض. عارف ازاي جهاز الكمبيوتر؟ عارف ازاي؟ قال لك نظرا لان انا غيرت قيمه السبنت ماسك. الليله كلها في السبنت ماسك. السبنت ماسك الجديد جزئيه الهوست اي دي فيه كام بت؟ 5 بت صح؟ 1 2 3 4 5. قال لك الخمسه بت دول اللي قصادهم في الاي دي هات فرقوا ما بين السبنت ماسك وفرقوا ما بين الاي دي هات. تمام؟ الخمسه بت دول اللي قصادهم في الاجهزه لا يصلح انه يكون كلهم اصفار. ليه؟ لان ده هيعبر عن النتورك اي دي. الخمسه بت دول اللي قصادهم في الاجهزه لا يصلح انه يكون كلهم وحايد. ليه يا عم؟ اصل قال لك اصل ده اللي بيعبر عن البرودكاست اي بي. بيعبر عن مين؟ البرودكاست اي بي. تعالوا نتاكد. لو جيتوا تمسكوا اي اي بي من الرينج الاولاني ده شايفين الماوس؟ امسكوا لي كده اي اي بي منهم. 160. لو جيت احوله باينري انا هركز على كام بت؟ اول خمسه بت من ناحيه اليمين لقيتهم كلهم ايه؟ صفر. على طول وش جهاز الكمبيوتر كده هيعرف ان الاي بي ده لا يصلح كاي بي. ليه تاني؟ لانه مركز على اول خمسه بت. اشمعنى اول خمسه بت؟ سبنت ماسك الجديد. تمام؟ طب امسكوا لي اي واحد تاني كده في الرينج التاني. 223 قبل كده كان بينفع. لو جيت دلوقتي احوله باينري اول خمسه بت فيه كام؟ وحايد. الناس اللي تايهه الكالكوليتور اول ما بيظهر معاك بيبقى اصلا بالمنظر ده ستاندرد. تمام؟ انا جيت على فيو وقلت له بروجرامر بدل ما اضطر احول ده بايدي ممكن احوله بهنا الرقم الديسيمال اللي اكتبه اقول له باينري يحول لي القيمه الباينري على طول. واضحه؟ تمام. كل حاجه خاصه بيك. لا طبعا انت عارف ان انا يعني عبقريه وده اوبشن انا هعملها في الكالكوليتر بس مش هتلاقوها على الكالكوليتر بتاعتكم نهائي خالص. ماشي يا شباب. اوكي طيب قلنا تاني ان اول اي بي لا يصلح اي بي. تعالوا كده بقى فعلا نتاكد. لو جيت دلوقتي على كارت الشبكه بتاعي اي كارت شبكه بروبرتيز تي سي بي اوفر اي بي فيرجن 4 192 168 دوت 1 دوت امسكوا لي اي بي في الرينج الاولاني 64 مثلا. تمام؟ دوت 64 والسبنت ماسك اوعوا بقى تنسوا ان انتوا هتغيروه هيبقى كام؟ اخره 224. مش زمان كان الاي بي ده بينفع وبيقبله؟ لو جيت المره دي اقول له اوكي اقروا كده The combination of IP address and subnet mask is invalid. حاول كده يربط ما بينهم يعمل اندنج ما بينهم. تمام؟ عشان يطلع نتورك اي دي. لقى جزئيه الهوست اي دي بكام؟ 5 اصفار. تمام؟ جزئيه الهوست اي دي كام بت؟ 5. جه يبص على الاي بي لقى all the bits in the host address portion are set to zero. are set to ايه؟ يبقى اول 5 بت فيهم لقوهم باصفار قال لك لا ده ما ينفعش. اشمعنى تاني 5 بت؟ لان جزئيه او لو ان دلوقتي السبنت ماسك الجديد جزئيه الانترفيس او الهوست اي دي فيه 5 بت. انا بعملها بطريقه بلد تاني خالص. يعني مثلا عندي السبنت ماسك 224 بروح مطرحه ل 255. تمام. يبقى ليه نفس الرينج ده. اوكي. اكتر من كده ما ينفعش. تمام. طالما انت فاهمها كده اوكي مفيش مشكله. تمام؟ طب امسكوا لي بقى اي اي بي في الرينج التاني. ها؟ 159 مثلا. نجرب كده 159. مش هينفع. لو قلت له اوكي نفس الرساله بس بيقول لي ارسيت تو 1. تمام؟ طب لو جيتوا تمسكوا اي اي بي بقى تاني في الرينج ما بينهم امسكوا لي اي اي بي في الرينج ما بينهم كده. ايه يا شباب؟ لا اصحوا اصحوا
اي اي دي غير الصف الاولاني والثاني، حاجه في النص. 128 هي محمود 129 تمام. لو جيت احوله للباينري اول خمسه بت فيه كومباينيشن من الاصفار على الواحد، طالما كومباينيشن من الاصفار على الواحد يبقى ده ينفع كاي دي. 129 اي واحد فيهم صلاح. مش احنا اتفقنا ان اول صف ما ينفعش؟ مش اتفقنا ان اخر صف ما ينفعش؟ طب اي حاجه في النص ما بينهم لو جيت تحولها اصلا للباينري هلاقي ان اول خمسه بت فيهم صفار على واحد. مش انا مركزه على اول خمسه بت؟ طالما صفار على واحد يبقى ده ينفع، ينفع كاي دي. حد تهمني كده في حاجه؟ تمام. تعالوا نتاكد اكتر واكتر برضو ان شغلنا صح. امسكوا لي كده اي اي بي مثلا في الرينج الاولاني ده، اي اي بي يصلح كاي بي على كذا. ها 192.168.20 تمام. لو جيتوا تعملوا له اندنج مع السبنت ماسك الجديد ليه؟ انا عارفه كويس قوي من المره اللي فاتت ان الاي بي لو عملت له اند مع السبنت ماسك هيطلع لي تاني. الاي بي لو عملت له اند مع السبنت ماسك هيطلع لي ده. انتوا النهارده يلا يبقى هيديني فعلا النتورك اي دي. نورين. 192 قبل ال 255 هيديني. انا وقفت الفيديو عشان كل الفضيحه دي ما تطلعش. يلا البروفو يا صلاح بس عشان نايم. شطوره يا صلاح. يلا ها 192 قبل ال 255 هيديني كام؟ يا خبر اسود. ايه واد انت اهو؟ 224. اه 255 قلنا قبل كده ان كلها وحايد، وحايد لما بيتعمل لها اند مع اي حاجه في الدنيا هيديني وحايد. نفس الرقم 192. نفس الرقم. ايه يا شباب في ايه النهارده؟ 255 يعني كلها وحايد. وحايد لما بتضرب في حمار هتدي ايه؟ الحمار بس. وحايد لما بتضرب في اي حاجه في الدنيا هتدي ايه؟ نفس الرقم. يبقى 255 اند مع 192. 192 دوت دوت. لو جيتوا بقى تضربوا 20 في 224 تعملوا لهم اندنج. دي بقى انتوا هتضطروا ان انتوا تحولوها بايديكم تمام. الدولي بتاع سيسكو ما فيش كالكوليتور، الدولي بتاع مايكروسوفت فيه كالكوليتور تمام. فالناس اللي ناويه تدخل الدولي بتاع مايكروسوفت اوكي هوريها لكم دلوقتي على الكالكوليتور بتعمل ازاي. الناس اللي ناويه تكمل فيكم في سيسكو لا تعرفوا ازاي تحولوها كويس قوي. شغل ورقه وقلم بقى. هتمسك ال 20 تحولها الباينري، وتمسك ال 224 تحولها لايه؟ لباينري، وفي الاخر تعمل لهم اند مع بعض تمام. لو جيتوا تعملوا لهم اندنج كده الاثنين مع بعض هلاقي الرقم ده. تعالوا نجربها كده مع بعض كالكوليتور. حد الاول يتوقع كده الرقم ده هيديني كام؟ بمجرد النظر حد كده يتوقع هيديني كام؟ مش احنا عارفين انه هيديني النتورك اي دي اول بالظبط اول اي دي في النتورك 20 ده في انهي بلوك؟ البلوك الاول ايه اللي الشبكه بتاعته عنوانها صفر. يبقى انا متوقعه ان من 1 لغايه 30 لو عملت لهم اندنج مع 224 هيديني صفر اهي. لو جيت هنا دلوقتي 20 اند اهي شايفينها؟ اند مع 224 هيديني صفر. واضحه؟ طيب امسكوا لي دي 192 168 دوت 130 سوري دوت 1 دوت 130 هعمل لها اندنج مع. حد يتوقع كده هتديني كام؟ 64 دوت 230 130 فين؟ 120 اهي هنا صلاح صح. يبقى هيديني فعلا قلته كام؟ 128. تعالوا نتاكد. لو جيت انا هنا دلوقتي قلت له 224 اند مع احنا اتفقنا على رقم كام معلش 130 هيساوي فعلا زي ما انتوا توقعتوا اهو 128. حد تاني لغايه دلوقتي في حاجه؟ تمام. عايزين نتست اكتر واكتر على شغلنا صح ولا لا. الصف الاكازه اللي الناحيه دي انتوا بلوك ايه الاولاني تمام.
الصف بتاع اسلام انتوا البلوك كده اختاروا اي بيهات ما تعملش كونفليكت مع بعض تمام. كل مجموعه من الاجهزه في بلوك واحد هتبنجوا على بعض هيبقى في ريبلاي ولا لا؟ يبقى ريبلاي تمام. يعني ايه الاجهزه اللي في البلوك بتاع ايه هيبنجوا على بعض، الاجهزه اللي في البلوك بتاع دي هيبنجوا على بعض، لكن انتوا لو جيتوا تبنجوا بينكم وبين بعضيكم هيديكوا ايه؟ جنرال فيلير زي ما حصل المره اللي فاتت. جنرال فيلير يعني ايه تاني؟ يعني كل جهاز في نتورك اي دي مختلف ومفيش ما بيننا راوتنج، مفيش ما بيننا ايه؟ راوتنج. تمام؟ يلا خمس دقايق تبداوا ان انتوا تحطوا الايديات وتستوا فعلا شغلنا صح ولا لا، وبعد كده نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ندخل بقى في الجزء الجديد تعالوا الاول اربط لكم ده بقى بارض الواقع. انا اديت لكم دلوقتي اكزامبل بسيط ان احنا كلنا في نفس اللين وكل مجموعه من الاجهزه كلنا على نفس السويتش وكل مجموعه من الاجهزه هتشوف بعض لكن مش هتشوف البلوك اللي جنبيه. تمام؟ طيب تعال لو ربطنا ده بقى على ارض الواقع دلوقتي مثلا شركه زي تي اي داتا او فودافون او اي شركه اي اس بي تمام. الاي اس بي بيشتري نتورك كامله من ايه؟ من الايانا. او للدقه احنا عارفين انه ما بيشتريش من الايانا، بيشتري منين؟ احنا قلنا ان في عندي خمس منظمات على مستوى كل قاره. على سبيل المثال عندنا هنا في افريقيا افرينت تمام. فمثلا تي اي داتا هتشتري نتورك كامله من الافرينت، عندهم قسم كامل اسمه قسم السبنتنج، يبداوا يعملوا سبنتنج اساسا للشبكه اللي هم اشتروها وبعد كده يبيعوا لكل عميل. تمام؟ كل عميل ساعتها هياخد نتورك ولا لا؟ وطالما اخد نتورك هيعمل كونفليكت مع كاستمر تاني؟ مع عميل تاني؟ لا، ما خلاص كل عميل دلوقتي في نتورك دي مختلف. واضحه؟ يبقى السبنتنج وفر عندي مشكله الفقد في الايدات. هو وفرها وزود فقد. بمعنى ايه؟ كان الاول بيبيع قبل ما اعمل سبنتنج كان بيبيع عندي كام اي بي؟ اتنين. دلوقتي ضاع مني كام اي بي؟ كل نتورك ضاع منها اتنين، فعدد الايات اللي ضاعت اكتر. بس ان جنرال لا، لو هنتكلم ان جنرال انا قسمت الشبكه بتاعتي على كذا عميل يبقى انا برضو وفرت ايات. واضحه؟ طيب انا جالي دلوقتي عميل عايز 100 اي بي وكاستمر تاني عايز 2 اي بي. تاني الاكزامبل اللي انا عايز اشرحه دلوقتي، جالي 2 كاستمر، واحد عايز 100 اي بي والتاني عايز 2 اي بي، ايه رايكم؟ انا عندي بلوك، انا كاي اس بي عندي بلوك، اقسمه اتنينات ولا اقسمه ميات؟ ما خدوا بالكم من حاجه اللي انا اتعلمته لغايه دلوقتي بنسميه الفيكسد سبنيتنج. بسميه ايه؟ فيكسد سبنيتنج. يعني ايه فيكسد سبنيتنج؟ يعني انا بقسم الشبكه بتاعتي لبلوكات متساويه. تمام؟ ها اعمل ايه؟ اقسم البلوكات بتاعتي ميات ولا اتنينات؟ ايه رايكم؟ ميات. ميات. ها حد عنده راي تاني؟ عشان الفقد في كل بلوك بيضيع اتنين، فلو عملناها اتنينات فكل اتنين هتضيع اتنين معاها هيبقى فقد اكتر، لكن لو عملناها ميات. هو الفكره ان ساعتها الكاستمر اللي عايز اتنين لو انا قسمتها ميات تمام؟ اللي عايز 100 هياخد 100 واللي عايز اتنين برضه هياخد 100، هيبقى في وسط كبير تمام؟ بس هو ده مفيش قدامي حل غير كده، لكن لو انا قسمتها اتنينات ابو 100 ده هديله 100 ازاي؟ ومحدش يقول لي اديله كذا بلوك اتنينات، هو عايزهم كلهم في نفس النتورك اي دي. الراجل ده عايزهم في نفس النتورك اي دي. وحتى لو ما خدتهمش في نفس النتورك اي دي الفقد هيبقى اكتر. مش حوار فقد دلوقتي، سيبك من الفقد، اصل كده كده لازم يبقى عندي فقد تمام؟ انا الفكره عندي دلوقتي ابو 100 ده لازم غصب عنك تديله ال 100 بتوعه في نفس النتورك اي دي. لو انتوا قسمتهم اتنينات هتحققوا التارجت ده ازاي؟ فغصب عني هضطر ان انا اقسمهم ايه؟ 100. ابو 2 ده هياخد 100 صح؟ كده الويست عنده كبير جدا ولا لا؟ فبدأوا يفكروا في حاجه ثانيه، تكنولوجي ثانيه اسمها في ال اس ام. في ال اس ام فاريبل لينس سبنت ماسك. فاريبل لينس ايه؟ سبنت ماسك. ايه ال في ال اس ام ده بقى؟ قال لك ايه رايك ان انا هقسم الشبكه بتاعتي تمام لبلوكات بس مش متساويه. لبلوكات ايه؟ مش متساويه. وده فعلا دلوقتي اللي مستخدم تمام. بس عشان كنا نفهم ال في ال اس ام مصد ان انت تفهم اصلا الفيكسد معتمد عليه. فانا هديكوا دلوقتي كاكزامبل كده، هفترض ان انا عندي نتورك بالمنظر ده اوفر 24 وجالي كاستمر عايز مني 100 اي بي. جالي كاستمر عايز مني ايه؟ 100 اي بي تمام. اقسمها ازاي؟ ها ورقه وقلم بقى كده كل واحد، واول واحد هنخلصها صح هياخد نجمه و10 على 10. يلا
بسم الله الرحمن الرحيم نعملها بقى احنا مع بعض. ال 24 يعني كم؟ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 دوت 1 2 3 4 5 6 7 8 دوت 1 2 3 4 5 6 7 8 دوت 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. دلوقتي دول كام بت؟ 8. يدوني 254 او 256. سيبكم الماينس دلوقتي 256. انا مش عايزه 256، انا عايزه 100. 2 اس كام يدوني ال 100؟ انت طلعتها بكام؟ 128 اللي هي 2 اس 7. يديني ال 100، يديني كام بقى؟ 128 اي بي. يبقى معنى كده ان في بت عندي هتتقفل، في بت ايه هتتقفل. يبقى السبنت ماسك الجديد على الاجهزه هيبقى 255 255 255. ده هيديني 128. يعني معنى كده ان ده هيديني كام شبكه؟ مش احنا اتفقنا ان عدد الشبكات هي عدد البتس او 2 اس عدد البتس اللي انا قفلتها؟ يعني هيديني سبنت 0. سبنت 0 هيبقى كام؟ 192 168 دوت 1 دوت 0 لغايه 192 دوت 1 دوت كم؟ ها؟ انتوا لسه قايلين كام؟ 127 27. تمام؟ والسبنت الثانيه سبنت 1 رينج الاي بي هات 192 168 دوت 1 دوت 128 لغايه لازم تقفل عند 255. هجمع على 128 127 صح؟ لازم تقفل عند كام؟ 255. يبقى هنا اداني كام نتورك؟ جوه كل نتورك كم اي بي؟ 127 ماينس 2 يديني 126 اي بي. ها؟ وضحت؟ تمام؟ انا اتفقت معاكم ان جالي كاستمر عايز كم اي بي؟ عظيم 100 اي بي. هبيع له دي سولد. اللي تحت دي بالنسبه لي هتبقى سولد. طب واللي فوق؟ ستيل بتاعتي اقدر ان انا اعمل لها سبنيتنج. هو حد اشتراها مني؟ لا. يعني معنى كده ان النتورك اللي فوق دي الاول بقى دي نتورك، واللي فوق دي نتورك تانية. النتورك اللي فوق دي الشبكه الرئيسيه اللي انا قسمتها تمام. البرفكس بتاعها كان على كام؟ انما النتورك اللي تحت دي البرفكس بتاعها على كام؟ مش انا قفلت واحد كمان؟ يبقى البرفكس الجديد بتاعها 25 صح. طيب جالي بعد كده كاستمر للنتورك دي اللي هي لسه بتاعتي 192.168.1.0 اوفر 25. مش دي النتورك اللي لسه عندي اللي هي من كام لكام؟ من 0 لغايه 127. جالي كاستمر تاني وعايز مني 50 اي بي. عايز مني 50 ايه؟ اي بي. اقدر ان انا اعمل لها سبنيتنج. معنى كده ان الفي ال اس ام عباره عن ايه؟ سبنيتنج للسبنيتنج. ابيع والجزء اللي باقي اقسمه، وابيع والجزء اللي باقي اقسمه. كان في ناس بالمناسبه تقول لي ايه؟ طب ما نبيع الاولاني ونقسم التاني. اوكي اتس اب تو يو، براحتك. بس انا عن نفسي بستسهل دايما ان انا اعمل سبنيتنج ابتداء من الزيرو. بيبقى اسهل. انما عايز تبيع الجزء الاولاني وتبدا تعمل سبنيتنج من 128 اب تو يو، براحتك. تمام؟ يلا التاسك الثانيه. النتورك دي اللي قدامنا اللي هي اوفر 25 جالي الكاستمر عايز 50 اي بي. يلا ورقه وقلم واشتغل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم عملتوها دلوقتي كده، اول نتورك عندي المره دي اهو الحمد لله في نجوم بدات تسهر. سبنت زيرو. هنبدا من كام؟ 192.168.0 لغايه 63. تمام. طيب السبنت اللي بعديها واحد. ها قلتوا لي هتبداوا من كام لغايه؟ بالظبط. وتقفوا ليه؟ وقفتوا ليه؟ لان احنا متفقين ان النتورك اللي انا من حقي ان انا اقسمها من واحد لغايه 127. ما حدش يكمل لان ابتداء من ال 128 في كاستمر اوريدي اشتراه. ما ينفعش اعمل لهم سبنتنج. ازاي تبيع حاجه من بيعها؟ تمام. فهفترض دلوقتي ان انا هبيع دي سولد. طب واللي فوق؟ اللي فوق ايه؟ ستيل بتاعتي. اقدر ان انا اعمل لها سبنتنج. باكد تاني اهو الفي ال اس ام عباره عن ايه؟ سبنتنج للسبنتنج. تمام. الهوم ورك بتاعكم بقى، في هوم ورك هيجي بكره ان شاء الله. تمام. اللي هيجي من غير الهوم ورك براحته، اتفقنا؟ هيتعلق في السقف. متفقين؟
هتفترضوا لي انتوا بقى كل مره ان جالي كاستمر، احنا قفلنا واحد كمان اهو صح، هتقفلوا واحد كمان واحد كمان، كل مره هتفترضوا لي ان جالي كاستمر عايز عدد اي ديات اقل، تبيعوا الشبكه الثانيه وتخلوا الاولانيه تعمل لها سبنيتنج. هسيبكم انتوا تفترضوا الارقام اللي انتوا على مزاجكم. تاني، كل مره هتبيعوا الشبكه الثانيه والشبكه الاولانيه هتعملوا فيها ايه؟ ها تقدروا تعملوا سبنيتنج، بحيث ان كل مره تقفلوا لي في جزئيه النص اي دي هيعمل واحد 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 لغايه بقى ما هوصل لسيناريو في الاخر خالص ان جالي كاستمر عايز اي بي واحد بس. دي هنعملها مع بعض بقى دلوقتي. هفترض في الاخر ان جالي كاستمر عايز ايه؟ اي بي واحد بس. اقفل هنا كام بت؟ ايه رايكم؟ ادي واحد كمان واحد كمان، اسيب قد ايه؟ بت واحد صح؟ اخر 224. طب خلينا ماشيين بس. محمود دلوقتي اقفل كام؟ قال لي كام؟ اسيب بت واحده بس صح؟ البت الواحده دي يا محمود هتديني كام اي بي؟ ادينا 15 بت واحده، 2 اس بت، 2 اس واحد باتنين، اللي هما نتورك اي دي وبرودكاست اي بي. فين الاي بيهات؟ فين الاي بيهات؟ صح. يبقى ما كانش ينفع ان انا اقسم او افتح بت واحده بس. مينيمم كام؟ 2. 2 الاثنين دول بتوع ايه؟ هيدوني كام اي بي؟ 4 اللي هما نتورك اي دي برودكاست اي بي، وهيتبقى عندي 2 اي بي. هيتبقى عندي كام؟ 2 اي بي اللي هما مين؟ سي ده مثلا الراوتر بتاع الكاستمر كونكتد على الراوتر بتاع الاي اس بي، وطبعا في النهايه الراوتر بتاع الاي اس بي ده اللي مطلعني انترنت. تاني ده الراوتر بتاع الكاستمر، وده الراوتر بتاع الاي اس بي، والراوتر بتاع الاي اس بي ده في النهايه هو اللي مطلعني زي ما اتفقنا على الانترنت. انت هتطلب الخدمه من الاي اس بي هيديك كام اي بي؟ واحد بس. بس انت تبقى عارف كويس جدا ان البلوك بتاعك 4، 2 ضاعوا وفي واحد هيحتفظ بيه لنفسه وواحد هيدولك. زي مثلا اداك واحد دوت 1 وهياخد هو دوت 2 مثلا، ما هو لازم يكون تحت على الميعاد اساسا عشان ياخد الترافيك منه منك، يبقى قاطع الانترنت. تمام. يعني معنى كده ان افضل سبنت ماسك لو انا عايز اشتغل ب 2 اي بي هيبقى كام؟ 255 255 255 بالظبط 252. ليه؟ ما انا قفلت او سبت 2 بت بس في الوسط اي دي والباقي كله قفلته واحد. وبليف ات اور نوت ده اكتر سبنت ماسك منتشر وشائع على مستوى العالم. ليه؟ لان اغلب العالم مش شركات، اغلب العالم هوم يوزرز. الهوم يوزر محتاج كام اي بي؟ اي بي واحد بس. هتقولي بس احنا عندنا اجهزه كتير. هديكم بريك، بعد البريك هنعرف ازاي الاي بي الواحد هقسمه لاكتر من اي بي. انا عندي هنا في الشركه واخده كام اي بي؟ واحد بس. عندي في البيت واخده واحد بس. الراوتر بقى بيوزع على البيانات. هنشوف بقى الحوار ده ازاي. تمام؟ بس اتفقنا تاني الهوم يوزر بيحتاج كام اي بي؟ واحد بس. عشان كده تاني اكتر سبنت ماسك منتشر على مستوى العالم اللي هو اخره 252. يعني لو هكتبها بطريقه البريفكس النتورك اللي فاتت دي هكتبها كام؟ اوفر 4 عدد البتات اللي في السبنت ماسك، عدد المحيط 30. مش كل ده 32 بت يا صلاح؟ مش كل ده 32 بت؟ اه صح؟ طرحت منهم الاثنين بت دول. عدد البريفكس تاني عباره عن ايه؟ عدد الوحايد اللي في السبنت ماسك. عدد مين؟ الوحايد اللي في السبنت ماسك. ها؟ حد تاني كده في حاجه؟ عدد الوحايد اللي في السبنت ماسك. تاني معلش كده؟ تاني. دلوقتي لو انا عايز اكتبها بطريقه البريفكس اللي هي النتورك على رقم، الرقم ده اللي هو فاقول اليوم خالص قلنا الرقم ده عباره عن ايه؟ عدد الوحايد اللي موجوده عندي في سبنت ماسك. مش قلنا الاتجاه العالمي ان الدنيا كلها اصلا دلوقتي بتتجه ان هم يكتبوا سبنت ماسك بطريقه البريفكس؟ تمام. تمام؟ البريفكس اللي هو ايه؟ عدد الوحايد. الوحايد تمام؟ هنت بس كده بسيطه يا شباب طالما جينا في الحته دي، معلش يا اشرف انا عارفه انك لميت حاجتك. تمام؟ ينفع دلوقتي زي ما محمود كده في الاول قال لي ينفع ان انا اخلي بت واحده بس؟ يعني اخلي دي واحد ويطلع عندي بت واحده بس؟ ده هيديني كام اي بي؟ ولا اي بي. اللي هما الاثنين اللي هطلع بيهم اللي هما النتورك اي دي والبرودكاست اي بي. في اي بي هات؟ لا. هنت بسيطه بقى، لو انا بعمل الكلام ده على راوتر سيسكو
ساعتها ينفع. وهدي الاي بيهات هنا بقى دوت زيرو، ايه ده ينفع اي بي دوت زيرو؟ اه في السيناريو ده هينفع. وهنا دوت 1 بس ساعتها البرفكس هيبقى كام؟ 255 255 255 254. في اللينكس انا جربتها نفع، مكانتين اديت جهاز منهم دوت زيرو ومكنه ثانيه دوت 1 وبندجوا على بعض ويشتغلوا زي القرد مفيش اي مشكله. مايكروسوفت الغبيه الوحيده اللي ما قبلتهاش، يعني لو جيت على لما جيت على كازين جيت على كاس فيهم اديته دوت زيرو رغم ان خليت السبنت ماسك اخره 254 تمام ما قبلتهاش. بس انا كنت مجربها على 8.1 مش عارفه بقى دلوقتي على 10 اتظبطت ولا لا، ابقى اجربها على 10 برضه. بس مايكروسوفت ما قبلتهاش. سيسكو ولينكس قبلوا تمام. خلاص كده خدوا بقى البريك وبعد كده نكمل. هوقف برضو الفيديو ده عشان ما يطولش قوي وبعد كده هنبقى نعمل فيديو جديد.